هلا حبيبي. ليش ايش تريد تقول اليوم بالبطوله؟ شو رايحه مميزه واستثنائيه وهي الاعراف كبير وجميل يكفي الترحيب الكبير والصوره الايجابيه اللي قاعدين نشوفها من الحفاوه من الجمهور من الحضور كل شيء جميل في الاعراف. طيب يعني اليوم مباراه الكويت ما حدث البارحه في عن الوفد الكويتي، هل يعني ممكن اثر على تواجد الكويت؟ والله شوف شوف لا الكويتيين موجودين ما على ايش هذه اشياء تصير وكره قدم في النهايه معاكم. هم مستمتعين معاكم. انا اقول لك الكويت عراقي والعراقي عماني والعماني قطري خلي كذا واحد نفضل واحد ما في صوره الا ايجابيه حياتي.